عمر تيفي. صلاة الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
المصير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا يا كريم عفوك يا رحيم عفوك يا ودود عفوك يا غفور ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا قدمنا وما أخرنا وما أسررنا ولا أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما 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 كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه في الدرجات العلى من الجنة من الدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا الله يا رحمن ارحمنا يا الله إلهنا 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 اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم أعداءك الدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود القاصدين. اللهم أعد المسجد الأقصى من اليهود القاصدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي روهينيا وفي كل بلاد المسلمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، خاصة لبلدنا هذا إندونيسيا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا في هذه الليلة الشريفة بلقاء ليلة القدر، بلقاء ليلة القدر، بلقاء ليلة القدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. teman-teman Amar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita support dakwah Amar TV dengan cara subscribe dan like akun media sosial Amar TV, atau bisa juga dengan cara mengirimkan donasi ke rekening di bawah ini. Insyaallah donasi yang diberikan akan digunakan untuk kebutuhan dakwah Amar TV. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خلق الإنسان.